كثير هو الكلام عن الحرب مع اشتداد الأزمة بين لبنان والسعودية، من النزاع الداخلي إلى الحرب الإسرائيلية وصولاً إلى ضربات جوية للتحالف. كل الاحتمالات يحكى عنها، لكن القاسم المشترك فيها هو زج المخيمات الفلسطينية في جميع السيناريوهات والتهويل بإشعال الفتنة منها، ما استدعى تحرك اللواء عباس إبراهيم واجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. لقاء القيادات انعكس على القادة. يعني نحن نقولها بصراحة، ننأى عن الصراع اللبناني اللبناني، وإن شئت قلت السعودي الإيراني، وإن شئت قلت الأمريكي الروسي يعني الإيراني في هذه المنطقة. فنحن ننأى عن الصراع وليس لنا أي دخل في هذا الصراع. حالة واحدة ستجبر الفلسطينيين على التحرك وحمل السلاح. إن دخل اليهود فسوف نقاتلهم قتال يعني بأرواحنا وبأجسادنا إن شاء الله رب العالمين. أنتوا على خلاف مع المقاومة بلبنان، اللي حيخوض المواجهة هو المقاومة، أنتوا اليوم توقفوا معه؟ اليهود أشد الناس عداوة لأهل الإيمان، واليهود اتفق أكثر الناس على عداوتهم. فاليهود يعني أمل أن وعقيدة راسخة أن نقاتلهم، يعني الخلاف كله جانبا وقتال هؤلاء يعني الشرذمة مسألة عقدية. تجربة منظمة التحرير عام 75 قد تتبادر إلى أذهان الكثيرين، لكن الشهابي يؤكد أن المفارقات كبيرة والضمانات موجودة. واقع 75 اختلف عن واقعنا اليوم. كان قوة منظمة التحرير عسكريا وأمنيا وسياسيا كل هذا اختلف، فهي اليوم أضعف مما كانت عليه سابقا، واليوم يكاد أن يكون في إجماع من الفلسطينيين في لبنان حتى من القيادات السياسية والإسلامية بأنه لن نكرر المكرر. ويعني وأغلب ما التقينا بهم يعني إذا بعض الناس دخلوا في هذا الصراع سيتم إيقافهم. بين زيارة حكي عنها للواء أشرف ريفي إلى المخيم والاتصال الذي جمع الرئيس محمود عباس بالعاهل السعودي تحاليل كثيرة، والثابت الوحيد هو رغبة أبناء الشتات في الابتعاد عن كل ما قد يشوش على بوصلة تؤدي إلى فلسطين. حسان الرفاعي، قناة الجديد. أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي